تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج دائما ما نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فمن لديه أي ملاحظات تطويرية للخدمات اللي تقدم من خلال مستشفيات هيئة الصحة بدبي اللي هي مستشفى راشد دبي لطيفة حتى، أو من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة والمتواجدة حول جغرافية إمارة دبي، أو حتى اللي عنده أي ملاحظة كذلك على المراكز التخصصية. في عندنا مراكز تخصصية مثل مركز الثلاسيميا، مركز التبرع بالدم، غيرها من المراكز اللي مركز الجلدية في الصفا، غيرها من المراكز التابعة لهيئة الصحة. اللي عنده أي ملاحظة حول هذا الموضوع نتمنى أن يعني ما يبخل علينا بملاحظاته على الأرقام التالية اللي هي 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. وأيضا موجودين معاكم لايف على DHA_Dubai و نور دبي على الانستغرام كذلك. طيب أحمد الفلاسي عندي ملاحظة، تفضل يا أحمد اكتب ملاحظتك ولا تستأذن منا، على طول اكتب الملاحظة اللي تباها. أيضا دكتورة ندى، وين دكتورة اليوم عندها تقييم أو مقيمين بيزورون مركز البرشة فما بتكون معانا. يا أحلى صباح بطلتكم، شكرا جزيلا، مساكم الله بالخير، هالبلاد الطيبين. هذا أحمد الفلاسي من اليابان، وسلامي للأخ حميد القطامي، معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام هيئة الصحة بدبي، شكرا لك يا أحمد، ويكلمنا من اليابان. السلام عليكم وصباحكم خير وصحة وسعادة. يا سلام على الرسائل الإيجابية، برنامج متميز فعلا ولكم منا كل الشكر، شكرا لكم. طيب بنقرأ لكم رسالة أو الدراسة هذه، تقول دراسة جديدة أن السجائر الإلكترونية تؤدي إلى العديد من أمراض الرئة تماما مثل منتجات التبغ التقليدية. وقارن تقرير جامعة نورث كارولينا تشابل هيل عينات اللعاب لدى مدخني التبغ ومدخني السجائر الإلكترونية وغير المدخنين، ووجد الباحثون أن مدخني السجائر الإلكترونية من المرجح أن تتطور لديهم البروتينات الخطرة المرتبطة ب أنا الظاهر عندي شوية الاتصال انقطع هني في النت. عموما وجد الباحثون أن مدخني السجائر الإلكترونية من المرجح أن تكون لديهم البروتينات الخطرة المرتبطة بأمراض الرئة مثل مرض انسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي، لذلك لا يمكن اعتبارها أفضل من السجائر العادية.
تضاف هذه الدراسة لمجموعة كبيرة من الدراسات التي تثبت أن السجائر الإلكترونية قد لا تكون البديل المثالي عن التبغ. ماشي؟ فيقول لك الدراسة كشفت أن مدخني السجائر الإلكترونية لديهم مستويات أعلى بكثير من البروتينات في مجاري الهواء التي ترتبط بشكل كبير بالانسداد الرئوي وتليف الرئة، وكلاهما يجعل عملية التنفس صعبة. كما زاد تدخين السجائر الإلكترونية من مستويات الخلايا الحبيبية المتعادلة خارج الرئتين، وهذا ما قد يسبب موت الخلايا في الأنسجة والأوعية الدموية وفقا لهذه الدراسة. طيب، كلهم مرض. يقول أحمد، حياك الله، منور يا أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن مثل ما قرينا في الدراسة أن هنالك العديد من المؤشرات السلبية لمثل هذه السجائر. في حد من الناس يطلع يقول والله السجائر الإلكترونية أفضل من السجائر العادية. أحمد يقول كلهن مرض، وأنا أتفق معاه تماما بأن كلهن مرض. عموما نحن منذكركم أن غدا إن شاء الله بتكون عندنا يعني حملة مراكز الخدمة، بتكون الخدمات كلها ذكية، ما في خدمات بتكون في مراكز خدمة العملاء تنطرح إلا عن طريق الأونلاين. فحاولوا تستخدمون الابليكيشن والموقع الإلكتروني، ويعني اللي عنده أي شغلة يبغي يدفعها عن طريق الأمور الإلكترونية. طيب، ناخذ مكالمة وبعدها إن شاء الله منكمل الحوار. من معانا؟ ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال الأخ محمود؟ طول عمرك. والدكتور ندى موجودة وياك ولا؟ الدكتور ندى تسمعنا من البرشة. من البرشة اليوم الأخ. مميز كلها هذا. لا للأسف. كلكم فيكم الخير والبركة يا عمرك. الله يحفظك. الله يسلمك. بارك الله فيك. عندي أنا اليوم شاط بتقول عن شكوى أو ملاحظة بخصوص الخدمات. ممتاز. طبعا خدمة اللي هي متعلقة بأمور الطباعة هذا الفحص الطبي للفئه المنزليه اللي يسمونها المساعده. جميل. توجهنا طال عمرك لمكتب طباعه، دفعنا له الرسوم اللي هي 370 درهم. طيب، اول غلطه من الاخطاء اللي انا اعتبرها يعني هذا اعطاني اياها انه شو قال لي من ضمن المراكز اللي هو مركز المنخور. قال لي ما في عليه ضغط، ممكن تصير. انا تفاجات يوم 7:30 الصبح كنت متواجد في هذا في مركز المنخور الصحي. قال لي لا والله هنا بس حق الفي اي بي، ما ادري اللي عندهم اقامات سابقه نعمل لهم يعني. اي خدمات الفي اي بي. صحيح. اي متخصص. اذا كبر اخي وين الحين، وين اتوجه، وين مكان ثاني؟ قال والله شل بعمرك السير وين الراشديه. ما عليهم زحمه، الامور طيبه. وصلنا الراشديه طال عمرك. انا طبعا هذا في قسم رجال قسم للنساء، انا ودي هذا يعني الخادمه الجديده. حدرت سمن الباب قلت له هذا من تخلصين؟ انا واقفني خاري يعني في السياره. ممتاز. اتفاجأت طال عمرك يعني كملت هذا الحين ما ساعه الا ربع، ما ساعه ما يتني. طبعا قسم حريم بعد تستحي يعني هذا تدش عنده. المهم دقيت الباب وهذا قلت له شوفوا لي يعني هذا الخادم كذا كذا اسمه. جت تقول انا ما خلص شيء. قال والله 40 درهم. 40 درهم ما شو؟ قال والله مال الفاكسينيشن مال هو شو يسمونه التطعيم. الحين انتم الحين فاهم علي استاذ محمود؟ صحيح. انتم اخذتوا عني 300، خلينا نقول هذا ما الطباعه 30 درهم يعني سو رسومه 330 تتبع لهيئه الصحه في دبي. يا اخي انا بدفع ال 40 اضافيه ودي وحدة أساس إني أنا ما أتعطل، تفهم علي؟ صحيح. الحين الجماعة عطلوني، لا إلا تسي تدفعها ويعطونك عقب. طبعًا صرت دفعت وصارت خلصت، بعد خذنا ساعة ثانية. العملية يعني محتاج ما أدري يعني هل 40 درهم اللي أنا دفعته وعطوه الكرت الأصفر هذا. الحين طبعًا عطوه إبرة وعقب شهر أعتقد لازم تمر وتأخذ إبرة ثانية. ما أعرف شو يعني موضوع الإبرة هاي. فانا اقترح الحين طال عمرك ان الأربعين هاي تنحط مع رسوم الطباعه اساس تفكري انا من العباله. الحين اليوم طبعا انا قاعد اعطي توضيح للناس كلها يعني يمكن اللي قاعد تسمعني. صحيح. فاهم علي؟ هذا اللي يعرفون ان في يعني بطرشون خادمه بطرشون هذا لازم 40 درهم تندفع اذا انت بطرش اروح اسير خصة. انا يعني قلت لك المكان بس مختص بالحريم. صحيح. يعني لا يحق لي انا الدخول. طيب اساس عن هذا يعني تعرف المجتمع محافظ.
زين، انا بابغي اسمك بس ما اعطوني اسمك. طارق جاسم. طارق جاسم. طارق. لا الموضوع خلص. لا الموضوع انتهى. انا الحين بس يعني لا انا ليش أنا ليش يعني ليش اخذ اسمك طارق؟ بمبارك اساس ان هذا وعي الناس يعني. كلامك سليم جدا في الجزئيه هاي. كلامك سليم. انا ليش اخذ الاسم طارق؟ لان ابغي ادخل الملاحظه هذه في السيستم عندي على اساس انه توصل للاداره المعنيه ويكون تكون مقيده رسميا، عرفت كيف؟ نعم. هذا واحد. اثنين، اللي انت تفضلت فيه كلام سليم. مفروض أن يعني أنا أتصور أن يجب أن يتم إرفاقه مرة واحدة على الدفع، إلا إذا كان عندهم بعض الأمور الطبية احتمال ما تكون محتاجة لهذا التطعيم، عرفت؟ أنه ما يقدر. والله تبى الصدق يعني، حتى سألت واحد من ربع قبل السالفة. أيه. قال لي والله هذا يوم سار هناك يعني من باب يعني سوالف. أيه. قال والله أنت أول مواطن تي بلنا يعني الفئة المنزلية المساعدة أساس التطعيم الثاني. كان محدي انزين ترى كذا واحد يعني قال الموضوع يعني ما يعني انا ما اقول لك يعني هي معنى. انا برجع للجهه المعنيه وبعد ببشرك بشغله. نحن حاليا يعني شوف، مكاتب الطباعه موجوده وكذا، لين نهايه السنه ان شاء الله بتكون عندنا عبر نظام سالم. نظام سالم تكلمنا عنه، هذا النظام متطور جدا في عمليه تخليص المعاملات هذه، فبتشوفون ان شاء الله من يعني على التجديد الجاي بشوف الامور وايد سهالات، بتكون الكترونيه ذكيه، لا بتحتاج مركز طباعه ولا اي شيء، ممكن تخلصها انت عن طريق التليفون ان شاء الله. يعني تقريبا يكون تطبيق وروحي اخلصه والله وايد زين. فهذا اللي بيصير، لان الجماعه شغالين على هذا النظام، وبيكون ان شاء الله حتى دقيق جدا المعلومات اللي فيه. يعني ما في شيء 100% صح، لكن ان شاء الله بنوصل لنسبه قريبه من ال 100%، نسبة الخطأ تكون معدومة تقريبا. ففي الجماعة يعني شغالين على شيء جميل جدا، تكلمنا عنه قبل، وبعد ما يمنع أنه ممكن نستضيف الأخوان مرة ثانية ونكلمهم. وهذه ميرا منحولة مع رقم أخونا طارق على أساس تدخل في النظام وتوصل لهم الملاحظة هذه. بس أنا أعتقد لأن أحيانا يكونون في ناس عندهم التطعيمات هذه ماخذينها أو شيء، يمكن عندهم إيشو أو ملاحظة طبية على المسألة ما يقدرون يدمجونها. ما نشوف شو الإجابة وما نرد عليك فيها، شو رايك؟ ان شاء الله ان شاء الله. مشكور وايد يا طارق على هذه المداخله، شكرا لك يا طارق. جزاك الله خير. جزاك الله. طيب نحن ما نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله ما نتواصل معاكم. انا نسيت والله، سامحوني. يقولوا الصوت مو بواصل على نور دبي. كان طارق يتكلم عن التخليص المعاملات للفئه المنزليه. احمد يقول على طاري الراتب بعد ما نزل شو السالفه. اوكي حلو النظام، من تميز لتميز آخر. هذا احنا كل يوم يدقون علينا الحبر خلص وما شيء مخزون، فحلوا التعامل، خلوا التعامل رقمي ان شاء الله. هذا اللي بيصير ان شاء الله. شكرا لكم على هذه الملاحظات الجميلة. ما نطلع فاصل، بعد الفاصل ما نتواصل، عندنا موضوع جميل جدا، ما نتكلم عن حملة الأمل للتوعية عن سرطان الثدي. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أيضا متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. أيضا اللي حاب يتواصل معنا موجودين لايف على حساب نور دبي. وما شاء الله تقول هني في مدح كذلك حق الدكتورة ندى طبعا. وأيضا كذلك في عندنا منكون على حساب هيئة الصحة بعد قليل، بس ناخذ مداخلة سريعة من أم فاطمة، بعدها ما نتكلم على موضوع حملة سرطان الثدي مع الدكتورة ليلى سليمان. لكن خلنا ناخذ هذه المداخلة. تفضل اختي فاطمة. أم فاطمة تسمعيني؟ أم فاطمة ألو.
اسمها أم فاطمة معانا؟ أي نعم أي نعم. أي تفضلي. لا أخوي أخوي بس كان عندي استفسار على عمليات تجميل في مستشفى راشد. أنا صراحة كنت ماخذة موعد وحاولت يعني أسوي عملية بس مثلا كانت مدفوعة مش إن كانت يعني ما كانت كانت اختيارية مش لازمة بس صراحة ما كان في اهتمام والمبالغ شوية كانت مرتفعة ويعني لو حصل مثلا المستشفيات الخاصة برا أرخص وخدمة يعني مثلا تكون أحسن. طيب ما أعرف يعني بخصوص الموضوع يعني ما أدري شو كان. أنزين أنا الحين بخلي موضوع الخدمة فاطمة حق شو تبغى تسوي العملية؟ سمعي مني أنا أحيانا أشوفها هذه تدري مثل شغلة كمالية الواحد يعني رب العالمين إذا ما نحتاجها ضروري أتصور يعني محتاجينها يعني أنا السنة كان عندي ولادة ويعني اخترب الجسم مثلا صار في شد يا أختي العبي رياضة والله ما في فايدة في فايدة بإذن الله صدقيني في فايدة بس يبغي له شوية هذا مو مشكلة الحين أنا بحول هذه الملاحظة أم فاطمة بس أبغيك تعطين ميرة تحت الهواء اسمك الثلاثي زين على أساس أن أدخلها لكن أنا أتصور أن العيادة التجميلية عندنا في مستشفى راشد يسوونها للأمانة للعمليات الصعبة الآثار اللي نحتاجها بهذا الشكل بس يعني نصيحة من أخوك الصغير زين العبي رياضة ونظمي غذائك وابعدي عن العمليات التجميلية قدر الإمكان لأن هذه عملية في النهاية عملية قد تكون لها بعض الآثار ما بأي شيء مستشر بعد نسويه تدرين شو أنا بحاول أسبوع الجاي أسوي حلقة خاصة عن موضوع العمليات مالت التجميل يعني أنت تستفادون أحسن من نصير برا مثلا أنا قلت يعني لا هي ما فيها فائدة أنا أتكلم حقك أنت أنا حين أخلي موضوع الاستفادة لك أنت فاطمة أم فاطمة زين لأن هذا الموضوع يعني خلاص أنا مثلا قررت يعني الشيء بس يعني ما صار صراحة يعني سمعي أنا قبل لا تسوين العملية زين بجيب دكتور مروان وبجيب دكتور قاسم أهلي إذا قدرت أجيبهم في حلقة نتكلم عن عمليات التجميل زين بلس تدري شو بنسوي بخلي رقمك عندي بعد وقت الحلقة بخليهم يتصلون فيك ناخذ مداخلة هم يعرفون يمكن بعد أنا وايد يعني زين ما نشوف الحين هم شو بيقولون يلا فمنسوي حلقة إن شاء الله عن عمليات التجميل أوعدكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله إذا كان الوقت مناسب للدكاترة شكرا لك أم فاطمة يلا مشكرة شكرا أختي طيب ليش تصير تسوي عملية في أشياء تروم تسويها ترى ترد أحسن عن الأول طيب شكرا لكم ناخذ عموما دكتورة ليلى سليمان أخصائي صحة عامة وطب المجتمع في قطاع الرعاية الصحية الأولية بتكلمنا عن حملة الأمل لتوعية عن سرطان الثدي صبحك الله بالخير دكتورة ليلى السلام عليكم صباح النور دكتورة أنا بس أتسأل الحين قبل أن ندخل في الحملة أنت سمعت المكالمة من أم فاطمة سمعت شو رأيت والله مثل ما أنت قلت أخوي طبعا الواحد يجرب أول شيء ويحاول بكل طريقة طبيعية قبل لا يزعل هاي التغييرات والعمليات اللي يعني أضرارها على المدى البعيد أكثر من هاي الفوائد اللي يشوفونها الآنية صحيح يعني. عموما نحن نسوي حلقة كاملة إن شاء الله عن هذه العمليات أنواع الناس بهذه العمليات يعني تقول هي شغلة منتشرة والناس كلهم يسوونها فعشانها شغلة منتشرة نحن نبغي أنواعيكم فيها لكن نرجع على حملة الأمل للتوعية عن سرطان الثدي دكتورة ليلى أبغيك أول شيء تعطينا نبذة عن الحملة هذه نحن تكلمنا في الحلقات الماضية عن سرطان الثدي بشكل مفصل جدا وأيضا تكلمنا عن العديد من الفعاليات اللي صايرة نحن نعيش الشهر هذا شهر سرطان الثدي صحيح؟ صحيح ايه تفضلي دكتور عطينا نبدأ عن الحملة الحملة نشأت فكرتها لضرورة التوعية ضد الأمراض بعد التغييرات اللي لاحظناها في عوامل الخطورة اللي تسبب السرطانات والتغيير المستمر في نمط الحياة اليومي فما كان سائد ومتعارف عليه في السابق قد يتغير اليوم على سبيل المثال بالنسبة لسرطان الثدي كان من السائد أن عمر الإصابة يتفاوت بين 45 أو 50 سنة والحالات المشخصة لها تاريخ مرض للمرض في العائلة لكن الملاحظ في العقد الأخير أن سرطان الثدي تغيرت هاي العوامل وتغيرت هاي الأشياء المتعارف عليها
فحاليا تشخص سيدات في أعمار أصغر، وفي سيدات ليست لديهم يعني حالات في العائلة مصابة بهذا، وهذا بسبب طفرات جينية تسبب الإصابة في سرطان الثدي. لذا وجب علينا التركيز على إبراز أن في عوامل خطورة نقدر نغيرها، وفي عوامل ثانية الإنسان ما يقدر يسيطر عليها. فالأصح للمرأة أنها تسوي الفحص الذاتي طريقة، ونعلمها هذا في الورشة طريقة عملية وممتعة في ذات الوقت ولها خصوصية للمرأة يعني. طيب الفحص الذاتي دكتورة شو اللي يسوونه بالضبط خلال الفحص الذاتي، وأيضا شو الفحوصات اللي أنتوا بتقدمونها خلال الحملة؟ أوكي، أول شيء أركز أن كل امرأة عليها أن تكون على معرفة بشكل وملمس الثدي الطبيعي عندها، وأنها تبلغ عن أي تغييرات غير طبيعية على الفور الأطباء، لأن 80% من الأورام اللي تحسها المرأة هي كتل حميدة، وحتى 80% من السرطانات المشخصة تكتشفها المصابة بنفسها دون الحاجة إلى فحص خاص. يعني هو فحص بسيط جدا، ويعني دوري تسويه الحرمة كل فترة، ولازم تكون يعني كل امرأة على وعي ودراية بهذا الفحص. ممتاز جدا. طيب دكتورة أنا بس أبغي أتكلم عن بعض الأعراض اللي ممكن الواحد ينتبه له من أعراض سرطان الثدي. طبعا الكل عنده فكرة أن سرطان الثدي ممكن يكون أول عرض له الألم. أبغي أغير الفكرة وأقول أن الألم هو آخر عرض ممكن الواحد يحس فيه. في الصدر لازم الحرمة تتأكد أن ما في تغيير في الملمس، في ملمس الجلد أو انكماشات، ما في تغيير في الحجم أو الشكل، ما في كتل تورمات يعني في منطقة الصدر ومنطقة الأبط. في الحلمات لازم تكون واعية لوجود أي إفرازات، أي نزيف، أي آلام، أي تغييرات في شكل الحلمة أو الجلد المحيط مثل طفح جلدي أو تقشر. طيب تبغين تضيفين شغلة بعد دكتورة قبل أن نختم معك؟ طبعا أريد بعد أكد على أن الحملة توعي بضرورة إجراء فحص تصوير الثدي الماموغرام من عمر 40 سنة وقائيا ودوريا، لأنه من أهم وسائل التشخيص المبكر. طيب واحدة كاتبة دكتورة تقول أنا أبا عملية ما نفعتني كل أنواع الرجيم والرياضة والمحاولات، هاي شو نقولها؟ لا تيأسين، نقولها لازم ترد تحاول وتستمر. الحين ما شاء الله يعني مع مبادرة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد للرياضة أو تحدي دبي للياقة، أعتقد هذه فرصة ملائمة الواحد يعني ممكن أنه يمارس الرياضة. دكتورة خلينا أخذ هذا أهم شيء، الواحد يوم يقول أنا مو مقتنع وأنا تعبت وأنا ما بنجز، هذا لا يمكن أن يحقق شيء. صحيح دكتورة، خليني بس أخذ أبو عبد الله، أعتقد يمكن عنده مداخلة حول نفس الموضوع. أبو عبد الله تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، صبحكم الله بالخير. أوش بالنور أبو عبد الله، اختصر لي عشان أيمن يشر لي على الفاصل. بس عندي ملاحظة على الماركتينج في الوزارة، يعني نحن من البارحة نتصل نبغى نشارك في الحملة مال السرطان الثدي، نبغى نعرف المشاركة كيف والموقع وين. من البارحة اتصل فيهم الماركتينج زيرو عندهم صراحة. في الوزارة؟ في الوزارة هو 2197000 يردون علي الله حق بسرعة، بس إني يحاولوني للماركتينج جهد التخصص تعبانين صراحة. زين شو اللي تبغى تعرفه؟ احنا نبغى نشارك بس بدرجاتنا، بس مو نبغى اي شيء. حق الطواف اقول لك شيء، اسمع انزين اسمع، انا باخذ رقمك الحين، انا باخذ رقمك تحت الهوا وبخلي سالم باللاحج يتصل فيك. والله زين؟ انا البارح يوم سمعته والشباب شجعوا في الشركه ويلا نشوف الموضوع. زين بخليه يكلمك على طول انا بعد الهوا، شو رايك؟ زين والله نتشرف صراحة. طول عمرك، مشكور صراحة. مشكور، خذي رقم الله يخليك ميرة، سجلي عندك، باتصل به بعد البرنامج أو بخلي السات سالم ممكن يتصل به. دكتورة نحن عندنا طواف الوردي تعرفينه صح؟ ويانا الدكتورة ليلى وراحت. دكتورة يلا عموما مو مشكلة، أنا شاكر لك الدكتورة ليلى سليمان. موجودة؟
دكتورة تسمعيني؟ ألو؟ هلا دكتورة، وين رحتي؟ موجودة. زين، معانا الطواف الوردي يوم الجمعة إن شاء الله. يعني هذه مبادرة صار لها يعني عدد من السنوات، هذه دعوة لكافة الجمهور أنهم يجون يشاركون في هذا الطواف الوردي أساس لدعم حملة الأمل أن نوقتها مع الطواف الوردي عشان يكون هالويكند كله مليء بالتوعية بموضوع سرطان الثدي. وحملة الأمل طبعا هاي ثالث دورة لها، ونتمنى أنها تستمر وتكبر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتورة ليلى سليمان، أخصائي صحة عامة وطب المجتمع في قطاع الرعاية الصحية الأولية، كانت تكلمنا عن حملة الأمل لتوعية عن سرطان الثدي، وإن شاء الله نشوفك الجمعة إن شاء الله. أشكركم، شكرا لك دكتورة. نحن ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم عن موضوع مهم جدا وأحد المؤتمرات المهمة التي ستستضيفها إمارة دبي خلال اليومين القادمين. منو بتكون معنا؟ بتكون معنا دكتورة وفاء عايش، بتكلمنا عن مؤتمر التغذية، مؤتمر دبي للتغذية، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. السلام عليكم. في تطبيق صحتي حاليا بعد التحديث الأخير ما بقادرين ندخل في نتائج فحوصات الدم، ما أدري ليش شالوها. انزين، من راجعهم الجماعة؟ لأن أنا اللي عارفة هنالك تحديث للتطبيق، وإن شاء الله كل الخدمات بتكون فيه. في حلقة فاتت استضفت الدكتورة حواء وتكلمت عن تطبيق لتدريب طلبة الطب، وطرشت لكم رسالة وهي قالت باخذ رقمها. أم عيسى، أنا أخذت رقمك إن شاء الله، وهذا تقصير من عندي أنا مو من عند حواء. البارحة أخذت الرقم، كان مفروض أني أرسل لها، لكن سامحيني والله على ضغط الشغل نسيت أرسلها. إن شاء الله بعد الحلقة بحاول على طول أبعث لها، فهذا تقصير من عندي أنا آسف. أنا اشتريت سيكل أسوق كل يوم نص ساعة تقريبا، أحلى شيء، حلو، بس أهم شيء الاستمرار، وحتى لو لاحظت زيادة في الوزن احتمال زيادة في العضل، تمارين تستمرين عليها إن شاء الله أمورك طيبة. نحن كنا نتكلم هنا، اللي تابعنا يعني تحت الفاصل، كنا نتكلم عن بعض الأمور الخاصة بعمليات التجميل وزيادة الوزن. طبعا الآن معانا الدكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وأيضا رئيس مؤتمر دبي للتغذية الثالث 2017. بتكلمنا عن مؤتمر التغذية، ولكن قبل أن ندش في تفاصيل المؤتمر دكتورة، أنت تكلمتي عن بعض الأمور المهمة في هذا المجال، أنا أبغي الناس اللي يسمعون عبر الأثير بعد يستفيدون منها في موضوع يعني تنظيم الغذاء والاستمرار على الرياضة والابتعاد عن العمليات. وذكرتي هنالك دراسة تقول أن كل العمليات التجميلية اللي تتم بترجع بتزيد في الوزن إذا الشخص ما تحكم في الأكل، يعني قص معدة، تحويل مسار، حلقة، كل البوتوكس، كل أنواعها. في دكتور بروفيسور كان مستضيفينه هيئة صحة دبي يوم الجمعة اللي طافت في مؤتمر حتى الثاني للسمنة والسكري، وتكلم على أنه كل النتائج بعد سنتين أو ثلاثة بيرجع الواحد بيزيد وزنه. إذن الأساس إيش؟ أني أنا أخفف الأكل وألعب رياضة. نعم طيب، ما أرجع على الحديث عن هذا المؤتمر دكتورة، باكر غدا يعني غدا سوف تنطلق أعماله، خبرينا أول شيء نبدأ سريعة عن المؤتمر. طبعا يعتبر مؤتمر دبي للتغذية من المؤتمرات العلمية كتير متخصصة اللي تسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز كفاءة العاملين في المجال الطبي بكل مقاييس، وأطباء، صيادلة، أخصائيين تغذية، مثقفين تغذويين، لأنه هو في تو تراكس موجودين، في واحد متخصص للتغذية السريرية بكافة جوانبه، وفي تراك تاني مسار آخر للتغذية المجتمعية والوقائية. وسيناقش المؤتمر عبر 3 أيام
أيام من 26 إلى 28 أكتوبر في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي. أهم المستجدات جايبين محاضرين من مستوى العالم من بقاع العالم لحتى يتحدثوا عن آخر ما توصل إلى العلم بالتغذية البشرية وعلم الغذاء العلاجي. عندنا حوالي 76 محاضرة، 67 محاضر، 58 متحدث عام، وخمس ورش عمل لرفع المستوى العلمي والمهني اللي بيساعد وبيساهم نحو السعي لتحقيق الأمن الغذائي ودور الاقتصادي والاجتماعي والصحي. وطبعا هذا يمشي مع إيش؟ مع استراتيجيتنا تبعت عام 2020 إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دكتورة، أهمية هذا المؤتمر هلا اهميته اضافه الى انه انت عم تعرف شو عم بيصير بالعالم من اخر دراسات واخر ما توصل اليه العلم بالتغذيه، لكن اهدافنا اول شيء نغطي كل الفئات العمريه من الحمل وحتى المسنين بكل ما يتعلق بالامراض التغذويه وايضا وقائيه، لان زي ما قلنا في مسارين، مسار غذائي علاجي للمتخصصين العلاجيين اطباء صيادله ممرضين، والمسار الآخر وهو للمثقفين التغذويين أخصائيين تغذية المجتمع وغيرهم، تدريب العاملين على في الرعاية الصحية وطلاب الجامعات لمعرفة آخر الدراسات، هذا بيعطيهم وين حتى هم ممكن يتخصصوا في المستقبل في علم التغذية. يعني عنا عم نشوف هالتخصصات كتير كبيرة، إضافة إلى أنه تكوين علاقات. أنت لما عم بجيب المتحدثين من العالم يكونوا عنا في بلادنا في الإمارات في دبي في مع هيئة الصحة، ممكن يكون في شراكات في المستقبلية لعمل دراسات، لأنه إحنا نفتقد الدراسات محمود، وهذه خطوة جيدة أنه نعمل دراسات في المستقبلية بإذن الله تعالى. يعني جميل. قلتي بتستقطبون مجموعة من المتحدثين، خبرينا منو أهم المتحدثين الموجودين وشو المحاور اللي بتناقشونها بشكل سريع دكتورة؟ طيب بداية خلينا أقول لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط هيئة صحة دبي تتعاقد مع الجمعية الأوروبية الأمريكية للتغذية الأنبوبية والوريدية، وهي أول مرة بتكون بالشرق الأوسط، ونحن كهيئة صحة دبي تعاقدنا معها لمدة 3 سنوات. ثلاث سنوات في المؤتمر. طبعا ستقدم أولا تم حتى هي تعتمد مؤتمر اعتمدت مؤتمرنا، وهي الجمعية هي أول جمعية في العالم لها للتغذية الأنبوبية الوردية وعمرها فوق 54 سنة إن شاء الله. نعم وجودهم معنا حيعملوا هم ورشة عمل معتمدة من قبلهم، وكذلك المؤتمر معتمد. حيكون في عنا أول مرة كمان حيكون في عنا عرض لبوسترات أبحاث عملوها طلابنا في الجامعات الإماراتية. وتخيل عنا من كينيا، عنا من تايلند جايين، عنا من أوغندا ناس جايبين أبحاثهم وعارضينها عنا في المؤتمر، وحيكون حيكون في عنا أفضل بوستر أفضل فائز إن شاء الله. طيب المحاور دكتورة؟ بالنسبة للمحاور حيكون في تغذية الأطفال حديثي الولادة وتغذية المسنين، الأمراض المعدية الغير معدية، الحساسية، السمنة، مرضى السكري، إزالة السموم، الفيتامينز. عندنا في عندنا بروفيسور هوليك في أول يوم سيفتتح المؤتمر في بقول المحاضرة الافتتاحية، هذا بسموه The Father of Vitamin D، هو الأب الروحي لفيتامين دال. هوليك وبتمنى إن أنا عارف هالك الرجل والله هو زيه محاضرته بالضبط تاكل، يعني ما بتقدر تنزل راسك محمود. Amazing. يعني بتمنى إنك تحضرها، يعني بتمنى أي حدا موجود يدخل يحضر محاضرته لأنها فعلا لن تندم. دكتورة مدام أنت توجهتي هذه الدعوة، هل الحضور الدعوة عامة له، وأيضا هل هنالك يعني اشتراك معين أو شيء، أو في متطلبات معينة لحضور أعمال هذا المؤتمر؟ طبعا زي ما قلت لك هو في فئة متخصصة اللي هو الأخصائيين التغذية والأطباء والصيادلة، هذا كتير علمي بحت يعني كلينيكال. وفي المسار اللي هو مثقفين صحيين، ممرضين المدارس، مدرسين في المدارس ممكن يحضروا التراك الثاني. طبعا في تسجيل، في تسجيل أون سايت وفي تسجيل عبر الموقع. زين ما بتخبرينا بكم يعني؟
حسب الفئات اللي بدها تدخل يعني. أوكي. ما يعني لكل فئه يعني الاطباء لهم فئه، الطلاب لهم فئه، اخصائيين تغذيه طبعا. وللان الحمد لله طلاب بلاش دخلوهم دكتوره، لا يعني ما تشجيع ميره تقول تشجيع للالتزام، والاعلاميين اكيد طبعا بلاش. لهم اكيد هذا طبعا 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 اكيد الاعلاميين بلاش. وللعلم الان الحمد لله يعني وصلنا 700 تقريبا ما شاء الله. نعم. تبارك الرحمن. أيه. وايد ممتاز الحمد لله. طيب دكتورة يعني بس نذكر بالزمان والمكان، واللي حاب يشارك يكون متواجد بإذن الله من 26 إلى 28 أكتوبر في فندق إنتركونتيننتال فاستيفال سيتي. نبدأ بإذن الله من الساعة 8 الصبح، التسجيل يبدأ من 7:30 طبعا لغاية 6 المساء. طيب كل ما عندكم يا دبي زين وأحسن من الزين بدكاترتكم وظفيكم، الله يحفظكم. مشكور أحمد. دكتورة نعم، في يعني أسئلة شوي خارج المؤتمر يقول التركيز على نوع معين في الأكل شو علاجه، لأن أنا ما نوع في الأكل يعني نمطي خصوصا ما أحب الأكلات الثانية. يعني أنت عارف العيب فحاول أنك تعالجه بنفسك. لأنه شوف سبحان الله ربنا لما بيخلق خلق كل شيء، ولا فاكهة ولا خضار ولا نوع من أنواع الأكل يتفقان في مصدر للمعادن أو للعناصر الغذائية. ممتاز. كل شيء له فائدته، فأتمنى أنك تعود نفسك، لأنه صراحة تعم الفائدة بالتنويع. ما شيء أكلة حلوة تحتوي كل العناصر اللي يحتاجها الجسم دكتورة؟ التمر واحد. التمر كل شيء في كل شيء بكميات يعني. انزل. حلو. بس هو في كل شيء تقريبا. حلو دعم الطلاب في أبحاثهم يحثهم. نعم. على تقديم. صحيح. المزيد من الإبداع. شكرا. هي نفس اللي بالي ما أدري عن شو تتكلم. عموما ناخذ عبد الرحمن معانا على الهاتف مداخلة. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. تفضل يا سيدي. كيف الحال؟ طول عمرك. شيخ أنا والله أولا عندي شكر خاص لمستشفى راشد، بالأخص الدكتور عبد الله رئيس الجراحين في المستشفى، على صار عندنا موقف نحن الصراحة، الموقف هذا تأخر 4 أيام 5 أيام، لكن الحمد لله لجانا المستشفى راشد في النهاية لحقنا على الحالة، والحالة الحمد لله بخير، تعافت وقامت بالسلامة اليوم الحمد لله. السلام وسلامتك. الحمد لله. الحالة طول العمر بعد الشكر يعني الدكتور عبد الله، كنا متابعين حالته في مستشفى زليخ، وأربعة أيام الدكتور يقول لا الأمور طيبة، وخذوا منها فحص دم، خذوا منها كشف أشعة دماغ وأشعة أموراي، خذوا الإجراء كامل، ومتابعين الدكتور الأمور طيبة، وكل شوي يردون البيت الرد وتريح، ويصرفونها أدوية من نوع الصرف إلا بوصف طبي اللي هي الحبوب المهدية هذه. لكن البنت لسه يعني مأثرة، دماغها بينفجر. سبحان الله إرادة تقني فني للأشعة، ونحن طالعين من الدكتور مؤكد دام الدكتور أن البنت حالتها طبيعية بعد الأشعة وما فيها أي مشكلة إن شاء الله، نحن نازلين من عند الدكتور التقني تبع الأشعة زجرنا رجعنا له مرة ثانية شو السالفة. جميل. أخذ الأشعة مرة ثانية لراسها واتصل بالدكتور شفنا الريال يبتدل شو السالفة يا ابن الحرام، جانا دكتور ثاني مختص قال رجعوا لحالته أو للدكتور نفسه اللي مراجع الحالة، رجعنا له ورد التقرير وصلنا طلع عنده نزيف داخلي في الدماغ ونزيف حاد، والحين الحمد لله أحسن. والحمد لله. اللهم لك الحمد. تستاهل وسلامتها. أنا دكتور عبد الله. أي عبد الرحمن. ميرا الله يخليك تاخذين رقمه. انزين ونبغي نحول الملاحظه هذه بعد كذلك تدخل في السيستم للتنظيم الصحي، خلي ياخذون اجراء فيها ان شاء الله. جزاك الله خير يا عبد الرحمن، ما قصرت والله. وتستاهلون سلامتها. يعني أتخر ان في كوادر في والله. انا بعد انا عندي حاله في المستشفى الوالد بعد كذلك، جزاهم الله خير مستشفى راشد من المستشفيات يعني المشكله شهادتي مجروحه ما ابغى اقول، لكن اللهم لك الحمد يعني ليه ما شفت الموضوع على ارض الواقع يعني اكتشفت ان اللهم لك الحمد يعني جزاهم الله خير الحكومه وجزاهم الله خير يعني العاملين في مستشفى راشد من غير استثناء والله من عامل النظافة إلين مدير المستشفى جزاهم الله خير كلهم ما مقصرين. يعني ما أبغى أتكلم في هذا المجال لأن شهادتي مجروحة فيهم، فشكرا لك. شكرا لك. نفس الكلام يقول، بس على فكرة أنا والله
من عرفت حالته وحالته عنده نزيف داخلي حاد. أنا من متابعين برنامجكم الحمد لله. قلت يعني ريل الحرمة ضم خلنا نسير مستشفى راشد. أنا أسمع من الدكتور عبد الله وشذولنا صحيح. سبحان الله. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. يعني والله برنامجكم والله نحن ضايعين. الله يحفظكم. شكرا لك. شكرا لك يا عبد الرحمن. تسلم. طبعا الله يحفظك والله يشافي كل المرضى اللي موجودين في كل مستشفيات الدولة وكل مستشفيات اللي في العالم كله إن شاء الله يا رب. وما نتمنى أي حد يعني تصيبه أي نكسة، لكن يا جماعة الخير دائما نقول الوقاية خير من العلاج. صحيح. نحاول قدر الإمكان أن نحن نهتم في صحتنا. هني سؤال دكتور قبل لا أختم كان عن المكسرات، هل تزيد الوزن ولا عسر؟ أوكي. يا دكتور كل بحجم كف اليد كل نوع منهم في حوالي 176 سعرة حرارية بحجم كف اليد حسب النوع، والفات بيختلف يعني نوع، بس نوع الدهون اللي فيه. لكن بنصح فيها يوميا انك تاخدي بحجم كف اليد، لانها فيها الاوميجا 3 والاوميجا 6 والاوميجا 9 اللي هي مفيدة جدا لشرايينكم، فبنصحكم انكم تاخدوها بدون ملح بدون اضافات. اخر قبل أن نختم دكتورة نذكر بمؤتمر التغذية ونوجه الدعوة للجمهور الكريم. اتمنى لكل الكوادر الطبية تشرفنا في المؤتمر اللي ينعقد لمدة ثلاثة أيام من 26-28 أكتوبر في فندق إنتركونتيننتال فاستيفال سيتي، والتسجيل يبدأ من الساعة 7:30 الصباح من بكرة بإذن الله. وجودكم يشرفنا وبتنورونا وبتستفيدون، لأنه فعلا المحاضرين اللي جايبينهم يعني جايبينكم آخر ما توصل إليه العلم في علم التغذية. شكرا لك. مرحبا بكم. الإعلاميين ببلاش أميرة. لا أنا باكر بعد بكم موجود، لأن على فكرة يعني من المؤتمرات الجميلة اللي أحرص على 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 زيارتها، لأن فيها حتى بعيد عن المادة العلمية الطبية في بعض الأشياء. أي احنا عاملين مفاجآت باي ذا وي. وبنصحك أنت تحضر محاضرة ورشة عمل للرياضة، لأنه أنت بتحب الرياضة وما شاء الله رياضي. من أحضر إن شاء الله. أتمنى تحضرها. شكرا لك دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي ورئيس مؤتمر دبي للتغذية الثالث 2017. أيضا كل الشكر حق ميرا الغفلي اليوم ما شاء الله عليها يعني تعبت هيانا. شكرا لك أيمن سرحيل بنوح المتألق دائما، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ونلقاكم إن شاء الله في الغد، فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.